قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ملتزمة بالنأي عن نفسها عن المشاركة في الشأن السياسي. وأضاف البرهان أن المكون العسكري ملتزم بترك الأمر للمكونات السياسية، وذلك للوصول إلى اتفاق يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية. يتزامن اجتماعكم هذا وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، وأود أن أشير في هذا الصدد إلى بروز العديد من المبادرات للوصول لحل للوضع الراهن، وأن القوات المسلحة سوف توفي بالتزامها بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يرضي أو يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات الغير حزبية. للمزيد معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، إذن أغلب تصريحات والخرجات الإعلامية للبرهان في الفترة الأخيرة باتت تركز على نفس المسألة، تعهدات بالتزام المؤسسة العسكرية بعدم تدخل في الشؤون السياسية، الحديث عن الحكومة المدنية من الكفاءات غير الحزبية، وعن إشراك كل الأحزاب والشباب والمجتمع المدني وما إلى ذلك. ما هي أصداء هذا في الشارع وفي المشهد أيضا السياسي السوداني بالنسبة لبقية الفرقاء؟ وهل هذه التصريحات تدلنا على قرب التسوية وحسمها أم لوجود بعض النقاط الخلافية فيها؟ نعم إيمان، بلا شك هناك بعض النقاط الخلافية تحديدا بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. هذه النقاط يجري بحثها الآن، وهي تتعلق طبعا بمشروع الدستور الانتقالي الذي قدمته نقابة المحامين أو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وكذلك بشأن الاتفاق الإطاري الذي يجري بحثه الآن بين مختلف المكونات تمهيدا لتوقيعه ربما في مقبل الأيام، لتوقيع اتفاق نهائي على الأرجح قبل نهاية العام. الأصداء ربما هي يعني مكررة، لأن حديث البرهان خلال الشهرين الماضيين ركز على هذه النقاط وبتشديد على التزام المؤسسة العسكرية الكامل بالنأي بالنفس عن العمل السياسي، وكذلك تأكيداته لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة غير حزبية. وهذا الجانب طبعا يصادف هوى لدى قسم من الشارع السوداني ولدى بعض القوى السياسية أيضا، فيما يعني هناك معلومات متداولة حول رغبة بعض الحركات المسلحة والقوى السياسية في المشاركة في السلطة لدواء مختلفة بطبيعة الحال. عموما إيمان، يعني نستطيع القول إن هناك يعني قدر من التفاؤل حاليا في الشارع السوداني بقرب التوصل لحل للأزمة التي تجاوزت العام حتى الآن، فيما قسم آخر من الشارع ومن ضمن ذلك بعض لجان المقاومة ترفض بشكل قاطع أي تفاوض أو حوار بين المكونين المدني والعسكري، وتصر على ما تقول إنه بالضرورة إنهاء وإسقاط الانقلاب العسكري. يعني هناك جدل، هناك يعني تباينات في الآراء في الشارع، في انتظار طبعا ما تسفر عنه المباحثات والنقاشات الدائرة بشأن الاتفاق الإطاري وكذلك الاتفاق النهائي. إيمان، نعم. إذن شكرا لك خالد عويس مراسلنا من الخرطوم.